السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف الخامس في مدارس سبة الله. اليوم عندنا الدرس الثاني في الوحدة الثامنة في وحدة الهندسة. درسنا الخامس هو تصنيف المثلثات حسب أطوال أضلاعها. علشان نبدأ في الدرس بدنا نتعرف أول إشي يا خامس على ما هو المثلث. المثلث هو مضلع يا خامس، مضلع. أخذنا مفهوم كلمة مضلع في الدرس الماضي، مضلع ثلاثي يسمى حسب عدد أضلاعه، إذا هو مضلع ثلاثي. وأخذنا يا خامس الحصة الماضية ما مفهوم المضلع؟ أن يكون ثنائي الأبعاد، أن يكون مغلقا، أن يتكون على الأقل من ثلاث قطع مستقيمة متصلة مع بعضها البعض في نقطة تسمى رأس أو تسمى زاوية، وعدد أضلاعه تساوي عدد زوايا. إذا المثلث هو عبارة عن مضلع ثلاثي يتكون من ثلاث أضلاع. هلأ بدنا نتعرف يا خامس على خصائص المثلث. أول خاصية من خصائص المثلث يا خامس، بما إني بحكي عن مضلع ثلاثي، إذا له ثلاثة أضلاع. له ثلاثة أضلاع، يعني يتكون من ثلاث قطع مستقيمة، ثلاثة أضلاع بنسميها. رقم اثنين يا خامس، حكينا من الخصائص المضلع أن تكون عدد الزوايا تساوي عدد الأضلاع، إذا له ثلاثة زوايا. ثلاثة زوايا، وحكينا النقطة التي تلتقي فيها القطع المستقيمة إما تسمى زوايا أو تسمى رؤوس. إذا الرقم ثلاثة يا خامس له ثلاثة رؤوس. المثلث له ثلاثة رؤوس. بعد ما تعرفنا على خصائص المثلث، الثلاثة خصائص يا خامس بدنا نطبقها على المثلث. رسمت أي نوع مثلث بدي إياه، بدي أطبق عليه إنه ثلاث أضلاع. هاي الضلع الأول المرسومات باللون الأسود هو عبارة عن أضلاع، إذا هاي الضلع يا خامس، هاي الضلع الثاني لأنهم ثلاث أضلاع، وهاي الضلع الثالث باللون الأسود ثلاثة أضلاع. له ثلاثة زوايا راح أمثلها باللون الأحمر، هاي زاوية يا خامس، هاي زاويتين، هاي ثلاث زوايا باللون الأحمر اسمها زاوية، تمام؟ ثلاث ألوان باللون الأحمر، إذا هي ثلاث زوايا. في عنا له ثلاثة رؤوس، حكينا بنقرأ النقطة اللي بيلتقوا فيها من الخارج تسمى رأس، إذا هاي رأس، هاي رأسين يا خامس، هاي ثلاثة رؤوس، هاي الرأس الثالث. إذا إحنا شو عملنا على الرسم يا خامس؟ مثلنا الخصائص المثلث، ثلاث أضلاع، ثلاث زوايا، ثلاثة رؤوس. هلأ بدنا نفوت على درسنا اللي بحكي لنا تصنيف المثلثات حسب أطوال أضلاعها، يعني تصنيفها يعني تسميتها. إذا تصنف يا خامس، تصنف المثلثات حسب أطوال أضلاعها إلى ثلاثة أنواع، إلى ثلاثة أنواع بدنا نتعرف اليوم عليهم. النوع الأول يا خامس، رقم واحد، مثلث متطابق. هاي عندنا مفهوم مصطلح جديد هو كلمة متطابق الأضلاع. كلمة يا خامس متطابق إيش معناها؟ يعني متساوي، متساوي الأضلاع. إيش بتفهم من كلمة متساوي الأضلاع؟ يعني جميع أضلاع المثلث الثلاثة متساويات، إلهم نفس القياس، تمام؟ يلا نشوف مثال. هاي عنا هون نرسم أي مثلث بدي إياه يا خامس، أي مثلث بدي إياه، وحطيت لك عليه أطواله 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، وهون 5 سنتيمتر، كل أضلاعه متساوية. كيف اندليت على إنه أضلاعه متساوية؟ أنا أعطيتك إياها بالأطوال. إذا شو بتحكي عن هذا المثلث؟ متطابق الأضلاع، متطابق، مثلث متطابق الأضلاع. هل يمس كل المثلثات بتيجي عليها الأرقام؟ لا، ممكن أنا أرسم لك مثلث ثاني يا خامس ما أضع عليه أرقام. شو أضع عليه؟ أضع عليه إشارة، دلائل بالإشارة باللون، مثلا الأحمر الأزرق أي لون، وأحط لك إنه هذا الضلع يساوي هذا الضلع، يتساوي هذا الضلع.
الثلاث أضلاع يا خامس حملوا نفس الإشارة ونفس لون الإشارة. أنا بستدل من هاي الإشارات إنه هذا المثلث إيش ماله؟ كمان متطابق الأضلاع، كل أضلاعه إيش مالها؟ متساوية. إذا ممكن أنا أستدل على المثلث المتطابق الأضلاع يعني متساوي الأضلاع بطريقتين، إما الطريقة الأولى إنه بكون معطيني عليها أطوالها كلها متساوية، والطريقة الثانية ممكن يكون بالرسم أعطاني دلالات إنها متساوية. خامس مش شرط يعني هاي الإشارة هي بس، ممكن أنا أحط بدل الإشارة خطين، هاي هيك خطين يحطوا لي، بما إنهم نفس الإشارة على كل الأضلاع إذا بتدل إنه هاي الأضلاع جميعها متساوية. ممكن ما يعطيني اياها مرسومية خامس، ممكن يعطيك مثال عادي، مثال يحكي لك ما نوع المثلث الذي اطواله الثلاثة هي، ونيجي مثلا يعطيني 8 متر و8 متر و8 متر. لاحظ مش المثلث له ثلاث أضلاع؟ أعطاني ثلاث أطوال، حكى لي كل طول هو عبارة عن 8 متر 8 متر 8 متر. لو بدك تيجي ترسمه يا خامس عادي بتقدر ترسم أي مثلث وتحكي إنه هاي 8 متر 8 متر 8 متر. هل جميع أضلاعه متساوية؟ نعم جميع الأضلاع متساوية. إذا شو نوع المثلث يا خامس؟ مثلث متطابق الأضلاع. إذا مثلث متطابق الأضلاع أو متساوي الأضلاع. تمام يا خامس؟ إذا هي تعرفنا على النوع الأول من أنواع المثلثات وهو المثلث المتطابق الأضلاع. هلأ يا خامس عنا النوع الثاني، بحكي لك النوع الثاني مثلث متطابق الضلعين، الضلعين مثنى يا خامس يعني اثنين، كلمة متطابق اتفقنا عليها انها هي عبارة عن متساوي، يعني يوجد في المثلث ضلعين بيحملوا نفس الطول، لهم نفس القيمة. لاحظ في الرسمة الأولى أنا رسمت مثلث في عندك ضلعين لهم نفس القياس 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر، الضلع الثالث ما إلك فيه، ما بنفكر فيه، هل يوجد ضلعين لهم نفس القياس؟ إذا نحكي متطابق، إذا هذا المثلث متطابق الضلعين، هاي مثنى متطابق الضلعين، بس اثنين في متساويات. ممكن أعطيك إياه بالأرقام، ممكن أعطيك الرسمة بإيش؟ بالإشارة، هي حطيت لك هون إشارة إنه هدول في ضلعين متساويين، الضلع الثالث ما بهمني وما عليه قيمته، تمام؟ إذا شو بنكتب عنه؟ متطابق هذا المثلث الضلعين، كيف عرفنا يا خامس؟ من خلال الرسمة والإشارة على الأضلاع. كمان في عندي النوع الثالث هون يا خامس، حطيت عليه إشارة مختلفة عن هذا، ونفس الدلالة، إنه هدول الضلعين إيش مالهم؟ متطابقين، متساويين، إلهم نفس القياس، لو حطيني هون القيمة هاي 10 سنتيمتر ما بتأثر، ما إلها قيمة، المهم عندي في ضلعين متساويين؟ نعم في ضلعين، إذا بنحكي متطابق يا خامس الضلعين. إذا هي أول مثال إذا أعطاني إياه بالرسم. هلأ يا خامس إذا كان السؤال مش بالرسمات بالدلائل بالرسم، ما نوع المثلث الذي أطواله 12 متر 7 متر 12 متر؟ تمام؟ هلأ بطلع على الأطوال الثلاث، في ضلعين فيهم نفس القياس؟ نعم، في عندك العدد 12 متر وفي العدد 12 متر تكرر، إذا في ضلعين في المثلث لهم نفس القيمة، بما إنه نفس القيمة إذا بحكي عنه مثلث يا خامس هذا متطابق الضلعين، الثالث هذا ما بهمني متطابق الضلعين، في ضلعين بيحملوا نفس القيمة، هيك بكون خلصنا النوع الثاني من المثلثات. هلأ عندنا النوع الثالث والأخير هو مثلث مختلف الأضلاع، يعني جميع أضلاعه تختلف في القياس عن بعضها البعض. أول حالة أخذناها بالرسم، لاحظ النوع الأول يا خامس ما في عليه ولا أي إشارة أو أي رقم، فحكينا مختلف الأضلاع، تمام؟ النوع الثاني عليه إشارة بس لاحظ الإشارات مختلفة، هون حطيت خط واحد، هون خطين، هون ثلاثة، يعني جميع الخطوط معناها إنه مختلف الأضلاع، شو بنكتب عنده؟ مختلف مثلث، مختلف يا خامس الأضلاع، الإشارات مالها مختلفة عن بعض. هون خط خطين ثلاثة. ممكن يعطيني إياه بالأرقام، لاحظ يا خامس هذا 6 متر 8 متر 10 متر، جميعها مختلفة عن بعضها، إذا بنسميها مثلث مختلف كمان
الأضلاع، مختلف الأضلاع، هذا النوع الأول بالرسم، تمام؟ هلأ يا خامس النوع الثاني إذا كان سؤال كتابي، ما نوع المثلث الذي أطوال أضلاعه 10 سنتيمتر، لاحظوا نفس الوحدة، 6 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، الثلاث نفس الوحدة، الأرقام الثلاثة مختلفة في أطوال الأضلاع، إذا يسمى مثلث مختلف الأضلاع. هيك يا خامس بنكون قد أنهينا الدرس الثاني، تصنيف المثلثات حسب أطوال أضلاعها، وإلى اللقاء في الحصة القادمة.